بس وانت كنت خايف منه؟ كنت خايف من فترة التوقف. انت خايف عليه؟ خايف ان احنا، ما هو انت عملت بداية هائلة، وجهاز فني بيكتسب كل يوم أرضية عند جماهيره، وأداء راقي جدا للنادي الأهلي، ورسائل ملعب بعمال بيضخها في الوسط الكروي والكل يشيد. كنت خايف من فترة التوقف ترجعنا إلى لحظة ما نقدرش نبتدي نفس البداية وما تأديش إلى نفس النتائج ويدار منها النادي الأهلي، لكن مع الحلقة هقول لك بقية الرأي.